أصعب شيء بهالحياة هو انتظار عدوك. أعصابك بدها تكون فولاذ. إذا بتفقد صبرك للحظة واحدة وبتتحرك بكير، يا أما بتلاقي حالك بين إيدين ممرضة بالإسعاف، أو بين إيدين المغسل عم يحضروك من شان يصلوا عليك. بدك تركز بكل حواسك على جية عدوك. ما بدك تحكي شيء، وما بدك تتحرك أبداً، وما بدك ترف بعينك لحتى